مراجعة مدونة الأسرة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق تقدم والاشتراكية. تفضلي السيدة النائبة. السيد الوزير، ما هي مقاربتكم بشأن مراجعة مدونة الأسرة؟ شكرا السيدة نائبة. جواب السيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد النائب على هذا السؤال المباشر. على كل الموضوع مدونة الأسرة يطرح إشكالات متعددة وفي ملاحظات متعددة بعد حوالي 17 إلى 20 سنة من مصادقة على هذا القانون. وأنتم تعرفون أن هذا القانون تم وفقا التوافق بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات التشريعية المتخصصة، ثم حضور للمجتمع المدني وحضور التمثيلية السياسية كذلك، وكل ذلك تم تحت إشراف جلالة الملك شخصيا لأنه يدخل في المجال الديني الذي هو من اختصاص محتكر لجلالته، إضافة إلى النقاش القانوني. لا يمكن تعديل القانون مدونة الأسرة إلا في إطار هذا المسار، وإلا بناء على هذا هذه الطريقة التوافقية وتحت إشراف جلالته. لذلك نحن نناقش هذه المواضيع ونناقش هذه القضايا، ولكن يبقى التفكير موجود لتغيير هذه الأمور، ما هي المسطرة وكيف سيتم ذلك وفقا للتوافقات قد يشرف عليها جلالة الملك، أو قد تتم وفقا لمساطر أخرى. أنا لا أعرف بالضبط ما هو ماذا سيتم، ولكن الموضوع يناقش من حيث من ناحية القضائية، ويناقش من ناحية السياسية، ويناقش من ناحية الفكرية. ولكن حتى لا أكون، ليس هناك الآن أي قرار في هذا الموضوع بالنسبة للتعديلات ديال مدونة الأسرة. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيدة النائبة. زواج القصيرات الذي يشكل أكثر من 7% من حالات الزواج بالمغرب، وإفراط القضاء في قبول طلبات المتعلقة به، حرمان المرأة من التعويض عن المتعة عند تقدمها بطلب تطليق الشقاق، صعوبة مسطرة التكفل العائلي، عدم تفعيل نظام كد السعاية، عدم أهلية المرأة لممارسة حقوق طفلها دون إذن الزوج، غياب مسطرة الوكالة في ملفات تطليق الشقاق على الأقل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالأجانب، تحديد سن احتفاظ المطلقة بطفلها عند زواجها الثاني، توقف المشاريع المعلن عنها من طرف وزارتكم، خاصة النموذج المرجعي لاقتسام الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج، دليل المرجعي لتقدير النفقة والعمل المنزلي، عدم تحيين وملائمة مدونة الأسرة مع مستجدات الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية اللي صادق على المغرب، المتغيرات السوسيوثقافية. هذه المواضيع وغيرها كثير يتطلب تدخلكم الفوري السيد الوزير لمراجعة مدونة الأسرة بجرأة سياسية تطلق النقاش العمومي بشأنها، لأن الحكومة السياسية لا تخاف من إحداث الإصلاحات التي تضمن للمرأة المساواة دون التمييز. شكرا السيدة النائبة. هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، فيما تبقى من الجرأة تقتضي إعمال تصورات شخصية وذاتية وانتمائية للحزب، الأحزاب التي تنتمي إليها، ومشروع وبرنامجنا الحكومي تحت رئاسة الحكومة، ولكن كذلك احترام التوافقات التي تتم في مجالات حساسة. شكرا السيد الوزير.